الحاميتين يفارق الحياة شخص لم يتجاوز 70 من عمره، والسبب إصابته بمرض غير معدن. كلمات برائحة الموت، هكذا حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الأمراض غير المعدية. لا كورونا ولا جدري القردة باتا سيدي أرقام التقرير اللافت، لأن هذا النوع من الفيروسات وغيرها ينال اهتماما عالميا لانتشاره بشكل مفاجئ. لكن العدد الأكبر والمخيف حقيقة للوفيات تقف وراءه أمراض اعتدنا على سماعها بلا اكتراث ربما لأسبابها. القلب والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، كلها أمراض مسؤولة عن 74% من الوفيات عالميا. والسبب الرئيسي ليست العدوى، بل أسلوب حياة غير صحي كفيل بالقتل البطيء. أي أن الأمراض غير المعدية أودت بحياة نحو 41 مليون شخص سنويا. أرقام مرعبة كان فيها للبلدان الفقيرة حصة الأسد منها، حيث أشار التقرير إلى أن 86% وافتهم المنية بسبب أمراض غير معدية في البلدان محدودة الدخل. فأعلى نسب الإصابة بأمراض القلب أفغانستان ومنغوليا. التدخين تسبب بوفاة 8 ملايين شخص سنويا، وذات العدد بسبب الركض وراء